بردان بترسون، هذا عالم نفس مشهور. أجريت دراسات نفسية إحصائية من قبل علماء نفس متخصصين في مجال الإحصاء، وأقيمت هذه الدراسات قبل 25 سنة، مو الآن، ويتحدث عما قبل 25 سنة. أقيمت هذه الدراسات على عينات مختلفة من 55 شعب، مو من شعب معين، من 55 شعبا. النتيجة كلما زادت نسبة المساواة بين الرجل والمرأة زادت الفروق بينهما، يعني تناسب عكسي، كلما زادت المساواة بينهما زادت نسبة الفروق السيكولوجية بين الطرفين. بمعنى يقول في الدول الاسكندنافية، دول الاسكندنافية منها الدنمارك بوجه الخصوص، هناك تطبيق صارم لسياسة المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، تطبيق صارم في السويد، في الدنمارك. ماذا أنتج هذا التطبيق الصارم؟ يقول زادت الهوة بين الطرفين، وزادت الفجوة بين الطرفين، وزادت الفروق السيكولوجية بين الطرفين، بحيث أصبحت المرأة دائما في مجال توتر وتشنج نتيجة المنافسة الحادة بينها وبين الرجل في جميع ميادين العمل. بينما في الدول التي لا تطبق سياسة المساواة مثل الصومال، يقول بالعكس، نسبة التقارب بين الرجل والمرأة أقوى من نسبة التقارب بينها في الدول المتقدمة. وهذا ذكرته مجلة ساينس التي هي مجلة علمية، ومجلة تايمز المجلة المعروفة.